23 تحتفل المرأة الريفية بإنيد الشرق بالأسبوع الوطني للمرأة التشادية. واستعدادا لذلك نظمت وزارة المرأة وحماية الطفولة منتدى شاركت فيه عدد من النسوة بأمجرس بحضور مندوب وزارة المرأة وحماية الطفولة النورين محمد حجار مشرفا على المنتدى. وافتتح أعماله الأمين العام لمقاطعة أمجرس هارون بركي الذي حث المشاركات على المشاركة الفاعلة في الأعمال. لحسب رئيسة البعثة عشت آدم فإن للمرأة الريفية دور بارز في المجتمع، وقد خصصت لها الدولة عيدا خاصا بها في السنة، ولهذا المنتدى أهمية قصوى في الاكتفاء الذاتي في زمن كورونا. الجيف من الكوفيد دخل ده الأمين ده واجه الصعوبة صعوبة لنا حنا الإقبال حنا التجارة حنا الزراعة كل شيء نحجمها ممكن بحجم معنا ونقول المساج في للجبرنما للسنافات في مونغو ده الفورم تبدو شيهادرو ممكن بحجم معنا صعوبة. ويبقى أن نشير إلى أن الأسبوع الوطني للمرأة التشادية سيقام في مدينة مونغو.